عيال الديرة. عيال الديرة يهمني انكم تستفيدون من ما اقول لكم. اتمنى تكونون سعداء بهذا اللقاء. ماما انيسه عيال الديرة اخراج صالح القيلاني. بسم الله الرحمن الرحيم. عيال الديرة أهلا ومرحبا بكم، وتحية الخير والعطاء واللقاء المثمر المفيد الذي يجمع بيني وبينكم على الخير إن شاء الله. نلتقي معكم في هذه الحلقة والتي هي منكم ولكم، ونبدأها بأن نقول بالله سبحانه وتعالى نستعين، وبالقرآن الكريم نعمل، وبمحمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه نقتدي. عيال الديرة، التلميح للتصريح. كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. النصح في الجماعة نوع من التوبيخ. قال الشافعي: تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة. بمعنى أقول لكم يعني إذا حبيتوا تنصحون أحد انصحوه بينكم وبينه، مو بصوت عالي وبين كل الناس تتوجهون للكلام وتنصحونه، غير صحيح هذا الكلام. احنا بالأخلاق نعيش بسلام، نزرع
بالأخلاق نعيش بسلام، نزرع زهور المحبة والوئام. احنا بالأخلاق نعيش بسلام، نزرع زهور المحبة والوئام. احنا بالأخلاق نعيش بسلام، نزرع زهور المحبة والوئام. احنا بالأخلاق نعيش بسلام، ويحب رب الناس. واللي يحب أهلا يحب جميع الناس، تلقى الحياة أحلى ويحب رب الناس. واللي يحب أهلا يحب جميع الناس، تلقى الحياة أحلى ويحب رب الناس. واللي يحب أهلا يحب جميع الناس، تلقى الحياة أحلى ويحب رب الناس. تأكدوا من خلال حلقاتكم اللي تسمعونها والفقرات اللي فيها أدور فيها مصلحتكم وفائدتكم. وأعتقد الفائدة اللي راح تأخذونها لما تسمعون الفقرات في الحلقات القادمة والحلقة هذه راح تقولون والله يا يمن كلامي صح. أنا معاي هني وأنا سعيدة بهذه اللحظة. يا هلا بماما أنيسة، بهلا أمنا، أمنا كلنا، أم الكويت حبيبتي والله لو ما كورونا قمت وحبيت وجبت راسك حياتي. والله سعيدة جدا أني معاك أخصائي التغذية موضي علي السيف. والنعم سمعتوا أخصائية التغذية الدكتورة موضي علي السيف. حطوا بالكم يا عيالي لكل كلمة تقولها وكل حرف راح تستفيدون. أنا الحين ماني متكلمة فخليها أي تتكلم، قولي لي بنيتي شنو الموضوع اللي بتتكلمين، أبي شيء يفيد عيالنا. حلو، اليوم أنا راح أغطي مجموعة من المواضيع. إيه نعم. بتكون عن التغذية الصحية حق الأطفال. ممتاز، الأطفال بس حق الأطفال إحنا إيه. اليوم راح مو اللي أكبر شوية ممكن يغطي ليه الكبار، لأنه بنشرح بالتغذية الصحية إيه ممكن يغطي حول. كل الأعمار، لأن برنامج تعرفين عيال الديرة صغار وكبار. اي هذه التغذيه راح تغطي كل الاعمار. اي نعم. وهم يستفيدون حتى عمر ماما نيسة. بسم الله عليك صغيره توك. بسم الله عليك الله يحفظك. فيعني احنا عندنا هذه نشرح عن التغذيه الصحيه. وشنو هي التغذيه الصحيه؟ خوش. اي فالحين راح ابدي فيها. التغذيه الصحيه دائما انا اشبهها مثل السياره. إيه؟ السيارة تحتاج ان احنا نحط لها البنزين. إيه؟ النوع البنزين اللي نختاره اذا كان بنزين زين السيارة تدوم معنا تطول. إيه؟ واذا البنزين غلط او إيه؟ البنزين جودته مو وايد عالية ممكن إيه؟ بسرعة تخترب معنا. إيه؟ إيه؟ فنفس الشيء التغذية الصحية. إيه؟ اذا كان اختيارنا للأكل صحي وممتاز. إيه؟ وكامل من المجاميع التغذوية اللي راح نسولف عنها بعد شوي ان شاء الله. راح يكون الجسم عندنا وايد صحي ويظل معانا طاقته ونشاطه مدة أطول. خوش. فدائما نشبهه مثل السيارة. ممتاز. إيه. نعم. فهذه أول شيء راح نسولف عنها إن إيه؟ شون إحنا شبهنا التغذية الصحية بالسيارة. إيه؟ الحين راح نعرف شنو المجاميع الغذائية اللي نحتاجها. ممتاز. نبتدي. إيه نحتاج البروتينات. إيه؟ البروتينات مهمة حق العضلات وحق النمو.
منين ناخذ البروتينات؟ هذا حلو السؤال. راح ناخذه من اي شيء حيواني، اذا كان لحوم، دواجن، الاسماك، وممكن ناخذه بصيقه ثانيه نباتيه إيه؟ من البقول، مثل ما نقول الفول، الفلافل، إيه؟ البازاليا، هذيلا كلهم يعتبرون دهون إيه؟ بروتينات نباتيه. خوش. فالحين عرفنا إيه؟ البروتينات إيه؟ شنو إيه؟ النقطه اللي بعدها راح نسولف عنها اللي هما النشويات. اي النشويات حق الطاقه وحق النشاط. ممتاز. فحيل ممتازه ونحتاجها النشويات. منين ناخذ؟ شنو هي؟ ناخذها من الخبز، من العيش، من المعكرونيا. إيه؟ هذه المجاميع فيها حتى الخضار، البطاطا مثل، حتى البطاطا إيه؟ في انواع من الخضار تعتبر خضار نشويه. اي نعم. فيعتبر هي من النشويات. اي نعم. حتى البقول تعتبر إيه؟ هي من اللي قلنا عنهم تو، الفول والفلافل اللي قلنا إيه؟ عنهم ان فيهم بروتين، هم فيهم نسبة. كل شيء متوفر في البلد الحلوه. اي نعم. اي والله الحمد لله، بس نحتاج نعرف شنو نختار. اي نعم. يعني ما شاء الله عندنا خيارات وايد متاحه عندنا. إيه؟ النقطه الثالثه اللي هي الدهون. الدهون تعتبر وايد مهمه، لكن إيه نعم. شنو هي الدهون؟ هل هي الدهون المقالي؟ لا. إيه؟ نتكلم عن المقليات مو بضرة وايد كثرة، عشان كذي إيه؟ احنا نتكلم عن الدهون الصحية اللي هي تكون فيها أوميغا 3. الأوميغا 3 وين نلقاه؟ نلقاه بالسمك، نلقاه بالأفوكادو، إيه؟ نلقاه بالمكسرات. البيض موجود في نسبة إيه؟ بالبيض إيه؟ فهذا كلهم موجودين نسبة الأفوكادو اللي هي الدهون الصحية. فاحنا لازم يكون عندنا بأكلنا إيه؟ ما يصير نقول نقطع الدهون. ترى العفو بنيتي لو سمحتيني، الأفوكادو يمكن يستثقلون الناس، مع أن كثير بالكويت في كل موسم من المواسم من جميع بلاد العالم يوصل، والآن يزرع بالكويت. صح إن شاء الله. صح يوصلنا على طول ومتواجد على طول. صح إنه ما له طعام لكن له فائدة. نضيفه مع الأكل. مثلا إذا سوينا توستة مع بيض إيه؟ حطينا نشويات مع بروتين وحطينا عليه مثلا شوية من الأفوكادو دهون صحية. أنا أحب أسوي يعني هني يسوون مع الجبنة مع أحب السندويتشها. إيه يعني مثلا إذا كانت كساندويتش فيها نقدر نستخدمها، مو بس كساندويتش، نقدر نستخدمها مثلا كعصير نحطها مع الحليب. فيعني عندنا خيارات إحنا نضيفها للأفوكادو إذا كنا ما نستسيق طعمه، بس ممكن إن ناخذه كصحة كفائدة. إيه؟ فحرام نضيع ناخذ وايد ياخذون دهون ضاره. اي نعم. بالعكس خذكم الدهن الصحي. صحي كل شيء بين يديكم. اي والله. اي والله. فالمكسرات مليانه دهون صحيه. كلام صحيح. المكسرات ماكو بيت يخرى منه. صح. ابد يمهم يعني محطوطين. بس الاغلب ياخذون المحمصه، ياخذون اللي هي مخلوطه مع بهارات، مع شيء احنا نفضل النيه عشان ناخذ الفائده يعني كامله. يعني البيذان الني. صح. الكاز الني. إيه؟ الفستق الني، يعني اللي كل الأشياء هذه لا هي مسلوقة ولا هي محمصة ولا هي. بالضبط هذا الفائدة. الصح لما ناخذ الدهون الصحية ناخذها من المكسرات النية. صدقين هذه معلومة أنا الحين استفدت منها. أنا ترى لأن يقولوا لي أكلي مكسرات وهذا. إيه؟ طبعا لازم ليبونها تكون محمصة. صح. لا الحين استفدت أنا قبل الحمد لله. شكورة حبيبة عمري. شكورة حبيبة عمري. الحين بقطي لك وايد معلومات وإن شاء الله تكون مفيدة حق كل إن شاء الله مستمعينا يا حبيبتي. فيعني نفس ما قلت لك المكسرات حرام ناخذها كمحمصة ولا ملحة. نقلل من قيمتها الغذائية. الأفضل لا إن إحنا ناخذها على مثل ما هي النية. إيه خوش. ومتواجدة على طول. ممتاز. إيه. فالحين غطينا أهم ثلاث نقاط. الحين أنا عندي إحنا نسميه الصحن الصحي. إيه. فنعتبر الحين الصحن الصحي إحنا قلنا عنه فيه بروتينات وفيه نشويات وفي دهون. إيه. نحتاج فقط نكمله بالخضار والفاكهة. إيه. ونحتاج ثلاث حصص من الخضار وحصتين من الفاكهة. حق صحة الجهاز الهضمي ضروري. وفي الخضار والفاكهة متروسة فيتامينات ومعادن. فنحتاج ان احنا نغطي هذا الشيء. وبعدها نحتاج الالبان ومشتقاتها، فحصتين من الالبان ومشتقاتها. إيه؟ اللي فيه نسبة الكالسيوم اللي هو إيه؟ للعظم وللاسنان. ممتاز. فاحنا كذي غطينا الصحن الصحي كامل. اي نعم. ممكن سؤال بس بنيتي، الرقي والبطيخ في فائدة ولا مجرد ماي؟ احنا نقول شربوا اكلوا مايكم، لما نقول اكلوا مايكم نقول اكلوا الرقي ولا البطيخ، كثر ما هو غني بالماي، غني بالالياف. ايه؟ وسعراته الحرارية مو وايد عالية، فيعتبر جدا صحي ونقدر ناخذ منه كمية كبيرة
بدون ما ان احنا نحاتي مثلا زياده الوزن ولا نحاتي زياده شيء باجسامنا. ممتاز، مشكور بالانتي حبيبه قلبي والله. مشكوره حبيبتي، ما قصرتي. شكرا على الاستضافه. اي ترى والي ماكو الشكر لله سبحانه، الشكر لك انت على لانك جئتي عشان تعطينا فائده نطلع فيها اكيد. هذا واجب. ماما انيسه وعيال الديره كلهم يا حبيبه مشكوره قلبي. والموعد عيال الدين إن شاء الله في الحلقة القادمة مع معلومات أخرى ولقاء مع بنيتنا موضي علي السيف أخصائية التغذية. الحبيبة الغالية ماما أنيسة. ماما أنيسة الأم الحنون التي ربت أجيالا من أهل الكويت وهم أطفال أعدادهم بعشرات الألوف عن طريق برامجها التربوية المليئة بالثقافة الاجتماعية بجانب التسلية المحببة للأطفال. فلك كل الحب والثناء من بناتك سهية مطلق الراجحي ودانا مطلق الراجحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. بكل الحب والمودة نرحب بأغلى أم، أم كبرنا على إيدينها جيلا خلف جيل. أهلا ماما أنيسة، نستقبلك بالورد والريحان، ونتمنى لك وافر الصحة والعافية من بنتك ورود عيدي. أنا صراحة الكلام اللي تقولونه لي عن ماما أنيسة أنا أقول عن الأم الكبيرة الكبيرة للكويت الغالية. كل الحب والمودة نرحب بأغلى أم، أم تراهن كثير على حبها، على إيدينها تربينا جيل خلف جيل. أهلا ماما أنيسة، نتمنى لك الصحة والعافية من بنتك أسراء خاصة. ورقية نادر حسين تقول هلا والله وألف هلا، من جيل لجيل وأنت تربين بكل جيل حبك يزيد، كل العالم لأم واحدة إلا عيال الكويت لهم سنتين، الكويت الأولى وأنت الثانية، يا حياة عمر عليك. ماما أنيسة أنت أغلى أم، أنت عطر الروح كله، أنت أحلى من وردة يا أمي أنيسة، شكرا. أكو أغنية يغنيها فنان الكويت نبيل الشعير، يقول هذه هذا هو الكويتي، هم البنات سووها على حق ماما أنيسة، تصوروا ايش قالوا، هذه هي الكويتية، هذه ماما أنيسة تحب بناتها وعيالها، هذه ماما أنيسة تحس فيك ووقتك حتى لو ما تعرفك أبد، عمرها ما تردك، هذه هي ماما أنيسة، دوم الكرم بطباعها، هذه هي ماما أنيسة، جمال وذوق وكشخة، هذه هي ماما أنيسة. يا الله عليكم يا باب كشخة من لايتها انت عارفة احسن رفيق بسفرة. انا اللي ابي اقوله شكرا لكم انتو، كان زين هالاوراق اللي قدامي تبين بالصورة، كان شفتوا شنو هالاشياء الحلوة اللي مكتوبة. هذا اللي فاتح داره يحب أهله وجاره، تحس فيك ومنك حتى ولو ما يعرفك عمره أبد ما يردك. خفطينا بد ما صارت والناس كلها قالت جمال وذوق وكشخة من لايته انت عارفه أحسن رفيج بسفرة. يزعل ويرضى بساعة زود الكرم نطباعه، يحب يساعد غيره حتشوف فيه الغيرة، كل شي عنده خيرة ما مثلها أبدا مثيل، مهما أقول والله قليل، كلها حالة وكلها دلال، بشدة هي أخت الرجال تبدأ إذا دخلت مجال. غساوي أو عرباوي شاعر أديب وراوي يفهم رياضة وشعر، تلقى سياسي في تويتر ما مثله في الدنيا بشر، دايمه قد الثقة واللي براسه يحققه، يحب بلاده وطني واضح صريح وعلني اللي عشان نغني. من مثلهم كونوا منو لا تعاهدوا وتكاتفوا، تاريخ يشهد بالغزو لموقفه بوجه العدو، شيعة حضر سلة وبدو. هذا أهو هذا أهو هذا أهو الكويتي. هيا للديرة، شكرا لكم
وأودعكم الآن ودائما نلتقي على الخير إن شاء الله في حلقة قادمة. قبل أودعكم أقول اللهم ارحم شهدائنا الأبرار، اللهم احفظ الكويت، اللهم احفظ الكويت، اللهم احفظ. على قلبي خلصنا ودنا لو طولنا، على قلبي خلصنا ودنا لو طولنا، برنامجنا المنور احنا منا ما نشبع يا احبابنا على الخير. ماما أنيسة، نقبل ونشوف اللي يصير، اخراج صالح القيلاني.